بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم عن النايس جايد لاينز او الستيب وايز ابروتش بتاع النايس للمانجمنت بتاع الازمه في الادلت. هنحفظه بالطريقه اللي احنا هنقولها ديت علشان يقدر يثبت في دماغك. اول خطوه احنا عندنا 7 خطوات، نركز كده على الترتيب بتاعهم. اول خطوه الخطوه بتاعت مين؟ الخطوه بتاعت سابا. يبقى اول خطوه بتاعت مين؟ الخطوه بتاعت سابا. يبقى اول خطوه بالنسبه لنا هي الخطوه بتاعت سابا. طيب هنقول الاختصارات ديت، هنفك شفرتها بس نحفظهم الاول. يبقى اول خطوه سابا. افتكر انت مع اول خطوه بتسأل نفسك ساب ايه او ساب لمين يا ابني؟ يبقى ساب لمين؟ يبقى الخطوة رقم 2. يبقى خطوة رقم 1 اللي هو ساب. طيب خطوة رقم 2 ساب لمين؟ يبقى نركز كده، خطوة رقم 2 ساب لمين؟ يبقى خطوة رقم 2، طبعا احنا بننزل الساب زي ما هو، يبقى خطوة رقم 2 الساب هيسيب لمين؟ هيسيب للإكس الانهيلد كورتيكوستيرويد. يبقى احنا عندنا أول خطوة اللي هي سابة، الخطوة التانية ساب ايه؟ ساب للإكس. طيب يبقى خطوة رقم 3 عاوزين نعرف ساب للإكس ايه؟ يبقى خطوة رقم 3 هنعرف ان هو ساب للإكس، ساب له ايه؟ ساب له لتر ال تي ار اي. يبقى احنا عارفين يبقى ساب لمين؟ ساب للإكس. ساب للإكس ايه؟ ساب للإكس لتر، ساب للإكس جواب. يبقى احنا عندنا أول خطوة خطوة السابة، وفي كل خطوة بننزل اللي قبلها لحد الخطوات الأربعة. أول خطوة خطوة السابة، الخطوة الثانية ساب إيه؟ ساب للإكس. يبقى رقم 2 ساب لمين؟ ساب للإكس. خطوة رقم 3 ساب للإكس إيه؟ ساب للإكس جواب لتر. طيب خطوة رقم 4 هو هيسيب للإكس جواب فين؟ على اللاب. يبقى خطوة رقم 4 هيسيب للإكس جواب فين؟ على اللي هو اللاب. يبقى خطوة رقم 4 ساب، يبقى سابة للإكس اللي هو انهيلد كورتيكوستيرويد، لتر اللي هو ليوكوتورين ريسبتور انتاجونيست، على اللاب يبقى اللابة. يبقى احنا عاوزين نحفظ كده، خطوة رقم 1 خطوة السابة، خطوة رقم 2 ساب لمين؟ ساب للإكس، خطوة رقم 3 ساب للإكس ايه؟ لتر، خطوة رقم 4 ساب للإكس لتر فين؟ على اللاب. يبقى اللابة. نحفظ الكلام ده. هو يعني ايه كلمة سابة؟ سابة شورت اكتنج بيتا اجونست، سابة شورت اكتنج بيتا اجونست، الإكس انهيلد كورتيكوستيرويد، ال ال تي ار اي ليوكوتورين ريسبتور انتاجونست، ليوكوتورين ريسبتور ايه؟ انتاجونست. لابا اللي هو لونج اكتنج بيتا اجونست، يبقى لابا لونج اكتنج بيتا اجونست. فدولت عباره عن ال4 خطوات اللي قدامنا دلوقتي. طيب بقول لك ايه؟ اذا التقى الاكس مع اللاب، الاثنين دولت ممكن نجمعهم في اللي هو دواء واحد انهيلر. إذا اجتمع الإكس مع اللاب، شركات الأدوية صنعت لي إنهيلر ككومباينيشن بين الإكس واللاب بسميه مارت. فبالتالي الحالة ديت أول حاجة كده كده الساب هينزل زي ما هو، وهنبدأ نراجع اللي هو الليتر. الجواب ده كان جايب معايا نتيجة ولا لا؟ يعني ممكن أشيله لو مش جايب معايا نتيجة، يبقى هنحط كلمة موجب أو سالب اللي هو الليتر. طيب الحاجة اللي بعد كده قلنا لو في انهيلد كورتيكوستيرويد اللي الاكس واللاب، الاكس واللاب ممكن نستبدلهم ونحط مين؟ نحط اللي هو المارت. الاكس واللاب هنستبدلهم ونحط مين؟ اللي هو المارت. الاكس واللاب هنستبدلهم ونحط المارت، ولكن المارت ده كومباينيشن بين ايه وايه؟ الاكس واللي هو اللابه. اللابه بتكون فاست اكتنج، اللابه هنا بتكون فاست اكتنج، والاكس بيكون لو دوز. نيجي للخطوه السادسه، لو العيان لسه مش مستجيب هننزل نفس الكلام. عندنا السابه نفس الكلام، السابه موجب او سالب اللي هو الليتر. الحاجه اللي بعد كده هننزل هنا المارت. يبقى احنا كده كده حاطين المارت، لكن المارت كان فيه الانهيلد كورتيكوستيرويد لو دوز. في الحاله ديت هنخلي الدوز عاليه شويه، ميديوم دوز، او ان احنا نرجع للخطوه اللي قبل 5 اللي هي خطوه رقم 4، ان احنا ندي الانهيلد كورتيكوستيرويد لوحده وندي اللابه لوحدها ونعلي الدوز بتاعت مين؟ نعلي الدوز بتاعت الانهيلد كورتيكوستيرويد عشان توصل لمين؟ توصل لهاي دوز. طيب الخطوه رقم 7
كل الكلام ده مش نافع معايا، تبدأ تشيل بقى الفكرة الفاشلة بتاعة المارت ده وترجع للأصل بتاعك اللي احنا عندنا السابة وعندنا مين كمان، يبقى ترجع للأصل بتاعك عندنا السابة وعندنا اللي هو الليتر زائد واحد من دول، يا إما تحط هاي دوز هاي دوز انهيلد كورتيكوستيرويد او هاي دوز من اللاما. ايه هو حكايه اللاما واللابا؟ اللابا لونج اكتنج بيتا اجونست، امال اللاما لونج اكتنج ماسكارينيك انتاجونست. او هنحط رقم 3 السايوفيلين، ورقم 4 ما ننساش ان احنا نبعت العيان ده لسبيشياليست او اكسبيرت في اللي هو علاجات الازمه. فده النايس جايد لاين ستيب وايز ابروتش للازمه مانجمنت في الادلت. اول خطوه ساب لمين؟ ساب للاكس رقم 2، رقم 3 ساب للاكس ايه ليتر، رقم 4 ساب للاكس ليتر على ايه على اللاب. كده خلصنا اول 4 خطوات. نيجي من رقم 5، قلت لك اذا اجتمع الاكس مع اللاب هنشيلهم ونحط المارت، يبقى رقم 5 هنحط مارت. المارت ده اللي هو عباره عن انهيلر، عباره عن كومباينيشن للاكس مع اللاب، والاكس الانهيلد كورتيكوستيرويد بتكون جرعه صغيره، عشان في خطوه رقم 6 الجرعه الصغيره دي نعلي الجرعه تبقى ميديوم دوز، او اصلا نشيل المارت ده ونرجع ندي سيبر التريتمنت ونعلي الدوز بتاعه الكورتيكوستيرويد. خطوه رقم 7، ركز كده، خطوه رقم 7 السابه واللي هو موجب او سالب اللي هو الليتر، ونحط بقى واحده من الاتي هاي دوز انهيلد كورتيكوستيرويد، نحط اللاما، نحط السايوفيلين، ونعمل ريفير لمين؟ ريفير للسبيشياليست.